وحمالمه ودنبيه مغالدة باللي قبل يحرونتا قبل كهود إيا قود حامبا دقموديين كالدوان قبل كهود آد لوغة دريمي ياب ودي أرقرو ودوروشو ينكا اسكسيد كان يقول ياشا وكيلة دا إيا ديگان كي لو استيي إني قود حامبا دالكا قاب سومان كوبية سودان كمي سند كان لابادا كون إيا كوبية لاباتان برشادة كالدوان يخود دغان قبل كهود إيا كم موقت ودي أرقرو ودوروشو ينكا فوضا ينغوصو هيا يقول ياشا وكيلة دا إيا ديگان كام سيدو كلا وحمالمه ودنبيه مغالدة باللي قبل يحرونتا قبل كهود حفيسيا كالدوان كفرتي مشارحين تصدح لحسب غران وغشر رحان دوروشوين كقولها وكيلة قبل كمرودي تشيح إيا قولها ديغان كدقمدة باللي قبلي دوروشوين كيسكسيد كان قولا ياشا وكيلة إيا ديغان كي لو استيين دالكا سومان لان كقب سومان كوبية سودان كمي سند كان لابدا كون إيا كوبية لاباتان إيا قود حنبا قبل كهود مالين تعود بحين تلوغة دريري دوناب لحيا فرطان قوب دوروشو مايرك دقمدة باللي قبلي عبدي إيمان تامع يقدوم ياشا دقموين كبالي عبانيه سايلا يقنبرها يقبل كهود أيان وحكوي ديني سيدا وقود يارقروبين دوروشوين كان اسكسيد كان يقول ياشا وكيلة دا إيا ديغان كا ديان كهود بحيو ديارقروب دوروشا دا قبل أبد دقمدة أنو قد دقمي هان بقبل هانبا وانو ديارقروني دوروشا دا عسا كوبيس دقمي إن دمان دادكو أو ديار جروبان أو إسكوابيان أو معلن تا أنا قفنا بسامين وأنا ديار جروني حاجة نبت جليدة ساس الليك ده كوا وعي جلي من قصميني قف ولا أوش عيب بقى إنه نبت جليدة سيل عليه سيان عدو جينو صار حلوان ما أنت هدور شو رنتي وحوي عن دور شو ينكي وكيلا لا يديجانك إسكوست كنا أيا ديالك كده كوبي سدنا كمي إن شاء الله دعي دونا سيني بدقلية إن شاء الله إلهي نغرطو طلبات معمولهان رنتي دقمدا أنو نحي أبنغ رنتي وحانو جعلين أنو آدي آدو أتكينو سيني بدقلية نوحان باقو دريا مشرحين تاس اسكو سيدكن رنتي إن دورشداسي نبدقلية في عن أي أوغلان يدو أي لف دبر أطهي مدح بناني دو ودن كينا رنتي أو عالم كورد من إيجيان وحان شعال هاي سيف في عان أو نبدقليا أيانا نقو باقينا دقماهان إن أي أودع دو أنقونا أبني قوانا سوغينا نعيد كست قف كست أو موادنا أو عدل عدو دونها دورت لكن نبدقليا دا ها إلاليان أنقونا معمولهان وانكو قرب تاغني ديار وحانون هاي إن آنو in doorashooyin ka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo wakiilada aanu si fiican diyaar ugu nahay anaga iyo deegaanka aanu xukuno oo dhani waa u diyaar nabadgelyada aad baan u ilaalinaynaa aad baan ugu soo jeednaa waxa weeyaan in marmarka waxyaalahaas la isku soo dhex qaada waxa weeyaan talina qiimo weyn ayay noogu fadhiida doorashadani marka dhinac walba laga eego sanadkan inaanu si fiican aynu ugu diyaar garowno nabadgelyada oo ilaalino runtii aad iyo aad baan ugu diyaar garownay ka degma ahaan doorashadan soo socota ee isku sidkan golaha deegaanka iyo warka sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada Balli Gubadli oo aan mikrofoonka la dhaxmarnay ayaa soo dhaweeyay doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee 12 bisha May dalka looga dareeri doono aniga waa magacaygii yahay Mustafa Maxamed Xasan waxaan halkan ka sheegayaa danahay dhanyarta gobolka Hawd inaan maanta 12 May الواس قيمة أنت دورشوينك إن حلبانا ضع إن قولها ديجانك يقولها برلمانك إن أنا كقيم قانون طنعت كيجا يسني بتكليا يسيح السلونية دورشوينك سوى نقسم بودتك وجود ديار جروبي إن يدو قبل كوكو يالله ما الحدودة لبده ولدودة صاحبة ده حدودة لين عوالبة وحلو وجود ديار جروبي سن بتكليا له أو أنشح له إن أي دورشوينك وجود عن لو سو دويو لدورته إيه واحد دورته nabadgelyadana si wanaagsan labada dhinacba ay ugu diyaar garoobeen in ay u ilaaliyaan dhinacba dhinac kale isagoo aad iyo aad isugu xaaluujinaya inuu nabadgelyada sugo anigoo magacaygu yahay xasan xaaji cali xuseen kuna sugan gobolka hawd gaar ahaan degmadiisa Balli Gubadli waxaanu si mug iyo miisaan leh uga qayb qaadan doonaa doorashada 12 May ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka isku sidkan ولبنا سن نبتقليا أه أو حسلون له أيوة قدر عدنا تو دمان تجمعين كه تجمع ذا بالجبل له أنا قلنا عنو كده ذا لدنا
نبت قليده دورشة سي يس سلايو دعيسو أنا ما جايب ياي هذا دل مرا وهارون كنا ميدا لنيرة دا قبل كهود وحين نقص أفضل دورشة وحلا قدون يا بشدة أما قف كستا موادنا عضينا يا وعض هيستا ينسون نبت قليه وعضيا وكذا قيم قاتو دورشة سكوت كان يقوله هديك عن كي برلمان كا سين نبت قليه أوالي حان ترحان لهين ينو عضينا ينو نبت قليدنا إلى شنو جايب ياي محاي تام سين كنصبا حروت قبل كهود تقبلي سبلي قبلي waxaanu diyaar u nahay oo aanu heeginahay oo aanu dhalinyarada dhan ugu heelanahay inaanu soo dhaweyno doorashooyinka isku sidkan ee goleyaasha deegaanka iyo wakiilada ee dhici doona 23 May waxaanu soo dhaweynaynaa doorashada miisaankeeda leh aan magacaygu waa Malyuun Jaamac Maxamed ku nool gobolka Hawd aan doorashooyinka insha Allah bismillaah kariin waxaanu in rajaynaynaa inay noogu dhacaan si nabadgelyo ah وقب صومان دورشادو إن شاء الله بيد ملاه كرين قب صومي دونتا كوبية صدون كمي إن أنا قلنا أنو ديارون هاي إن أنو سفي عن أوقا قيب قادنو إن نبت قليد أنا كشقين دونا إن شاء الله برسب كقبل كهود أحمد عقيرا أيا فرين كصاب سندين عن نبت قليد ما لنت عود بحين تأي كوبية صدون كمي ودري بلشدة كالدوانة كودقان كودهان قبل كهود وحسي هو دوكسون تهين وحين نقصو صدا دورشوين اسكسيت كان golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka oo hadda ka hor aanina soo marin culayskeeda iyo dadaalkeedana leh halkan waxaan uga martay dadweynaha gobolka Hawd iyo goobada doorashooyinka gobolka Hawd marka hore dhamaan gobolku waa nabad waxa loo diyaar garoobayaa doorashadii degmooyinka haday tahay goobada doorashooyinka kala haday tahay waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro dadweynaha gobolka Hawd oo doorashadaasi inay noqoto doorasho wanaagsan oo gobolada marka doorashooyinku dhamaadaan waa la qiimeynayaa dadkuna siday u kala xadaarisay yihiin na waa lagu kala qiimeynayaa marka waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka sharaxan gobolka inay si hufan oo xadaarad ku jirto ay u tartamaan oo ay u hufnaana siday inoogu dhacdo doorasho qurux badan marka waxaan Ilaahayna subxaana wa tacaala ka baryayaa annaguna haday tahay ciidamada amniga iyo haday tahay maamulka gobolkaba waanu u taagannahay inaanu ilaalino nabadgelyada iyo wixii kale ee doorashooyinka khuseeyaba waxaan ugu dambeyn aan baa ku dirayaa dhammaan dadweynaha doorashada loo diyaariyay inay ka qayb galaan inaan iyaguna buuq iyo qaylo iyo rabshad mid walba inaga ilaaliyaan doorashada intaa lagu jiro awoodda waxa iska leh Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga iyo nabadgelyada ilaalinteedana mas-uuliyadeedu waxay saaran tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta gobolka sidaa daraadeed waxaan anagu ballan qaadaynaa inaanu gacan bir ku qaban doono wixii khalkhal geliya nabadgelyada iyo habsami u socodka doorashada Maxamed Ciire Axmed iyo Cabdi Natiib Dayb Cismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle